سبب الخسائر الحرب دي ادخلت امريكا في ازمه ثانيه عام 2008. 2008 امريكا دخلت في ازمه. اليونان حتى الان بتعاني من ازمه اقتصاديه او ازمه ماليه. فقلنا هم عندهم استراتيجيات. عندما الدوله تدخل في ازمه بجمعوا الناس الخبراء في مجال الاقتصاد، الخبراء في مجال الماليه، الناس دول بجمعوهم في سيمينار او في ندوه او منتدى فروم، بيشوفوا شنو الحل، السبب شنو يا جماعه رجال الخبراء، السبب شنو دخلنا في الازمه دي، وشنو الحل على الاندوك عشان نخرج من الازمه دي، وشنو الميزير النسوء عشان نخرج من الازمه دي. العلماء الاقتصاد هم عشان درسوا الازمات العالم بقدروا بضعوا خطط جديده عشان الدوله تخرج من الازمه دي. هل دوله تشاد حقيقه اعتمدت على الدكاتره والخبراء وجماعهم ودرسوا الوضع الانين فوق ده، وبناء على الوضع ده هم الخبراء وضعوا ال 16 ميزير؟ الكلام ده نخلي لي الناس الدكاتره في مجال الاقتصاد، الخبراء في المجال ده هم يحدثون ان الكلام ده اننا دخلنا في الازمه، لكن كيف نخرج منها؟ دكتور بصفتك انسان اقتصادي طبعا، والمشهد ده او ان احنا الازمه اللي عايشينها دي ذاتك بنفسك عايشها وشايفها ودرستها شفتها، انت بحسب رايك شنو دخلنا في الازمه دي؟ اولا داير نشكرك. في اسباب داخليه وفي اسباب خارجيه. تمام. الاسباب الخارجيه ده ان احنا ما عندنا فوقها قدره. تمام. النفط، ثمن النفط، ثمن الذهب، ثمن القطن، ان احنا ما عندنا فوق اي اراده. تمام. وبصراحه مهما الناس بتقول، تشاد ما بلد كبير في انتاج البترول. يعني انتاجنا السنوي ده النفط ده بيساوي انا اسبوعين انا السعوديه. عجيب والله، اسبوعين انا السعوديه ده عندنا في السنه حتى بننتجه. طبعا في اسباب خارجيه، لكن في اسباب كمان داخليه. اي بلد عندها ادارتها وعندها ناسها بيديروها، وبكل صراحه في كده حاجات حصلت. حتى رئيس الجمهوريه الاخ ادريس دبي قال حصل عدم تخطيط في مجال استعمال الثروات الجاد اللي قطع. وما تنسى ان احنا بلدنا مجاورينها بلدان فيها كوارث، ليبيا ونيجيريا والكامرون. فتشاد كدوله جاره واخت تدخلت عسكريا في مالي، في النيجر، في نيجيريا، في الكامرون. وبكل صراحه تدخلنا بقوتنا بعسكرنا وبقروشنا. تمام. حوالي 350 مليار تشاد صرفتها عشان ساعدت الاخوه البلدان المجاورين ضد الارهاب. ولليوم ما انتونا شيء من ال 350 مليار ده. ال 350 مليار ده بيساوي رطب هنا امال تشاد سنه. عجيب والله. ف احنا بلدنا بلد كريمه والتشادين كرماء ورئيسنا كريم، لكن نسينا كدار الكرم في مجال التعاون الدولي ده كان ما ايجابي بيجيب لك مشاكل. صحيح. لكن مع ذلك اليوم في مالي، في نيجر، في نيجيريا الناس فرحانه من التشادين. السبب الثاني بعد ما حصلت كارثه في 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 سنتر افريك، في افريقيا الوسطى، استضفنا 750 الف ريفيجي سنتر افريكي، واستضفنا حوالي مليون تشادي رجعوا من 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 سنتر افريك. ده ذاته سبب اثر في هنا. وفي اسباب اخرى، يعني مثلا الناس ما بتحب تدفع الضرائب. بلد ضرائب ما ممكن. الم تلقى زور عنده شركه، عنده مؤسسه، يعني بيستثمر 3 4 5 مليار وما بيستعمل تشادي واحد، هو ساقة وخلاص جاري وماشي. بيسموه باللغه الفرنسيه الانسيفيسم فيسكال، الناس ما بيجوا بكفوا امبو. في سبب واحد اخر، الناس اللي بكفوا امبو كمان كم اصبحوا شيء ما بدفعوا. تحرب لهنا. وفي اسباب معروفه، عدم يعني شفافيه في اداره الماليه،
وبكل صراحة الرشوة بقت عادة. فاليوم في دراسة قالوا الرشوة خسرت تشاد 400 مليار. الرشوة خليها نجي لها، خليها الرشوة دي نجي على الموضوع كبير جدا عشان نتكلم عن الأسباب. ده لابد نفند كل حاجة. وهي دكتور شكرا دكتور كده، ده كمدخل، ده كمدخل في البداية نتكلم. دكتور محمد بخاري، بالنسبة لي الأزمة طبعا أنت كلك دكتور في الاقتصاد ودكتور في المجال ده، أعرف طبعا الشات اليوم بالإيش أزمة، واليوم بنبحث عن حلول أو مخرج للأزمة دي. بصفتك كإنسان مثلا في مجالك العام، درست شفت المشهد شنو من بدايتك المشهد، انت شايف شنو اللي دخلنا في المأزق ده يعني حتى في هذه اللحظه؟ طيب قبل كل شيء اسمح لي ان اشكرك بالاستضافه، كما اشكر ضيفك الكريم الدكتور علي عبد الرحمن حجار. فحقيقه الدكتور علي عبد الرحمن حجار وضع الخطوط العريضه كلها لمشكله الاقتصاد التشادي. زي ما أشار من ضمن المشاكل، مشاكل عامة، مشاكل عالمية، يعني طبعا تشاد ما عندها لا حول ولا قوة لها بها، اللي هو الأزمة المالية العالمية اللي بدت من 2008 ونقصت صادرات تشاد أو حصة تشاد في السوق العالمي، ومن ثم نقصت إيرادات تشاد، فدي أثرت في الميزان التجاري لدولة تشاد أو نفقات تشاد، هذه طبعا عالمية. أنا كذلك ممكن أضيف شيء آخر، يعني طبعا من ضمن الأسباب اللي هي خارجية ربما غير ملموسة أو ما بيشاهدوه معظم الناس، أن هي موضوع عملة السيفة. موضوع عملة السيفة يعني طبعا هذا أثر أو يؤثر تأثير مباشر. لماذا؟ لأن الآن لو بتشاهد قوانين الاستثمار، أي مستثمر يجي لتشاد يحاول يلقى الضريبة عالية. لماذا الضريبة عالية؟ الضريبة مرتبطة بالغطاء الفرنسي. طيب تلقى نسبة التضخم عالية جدا، تلقى نسبة الفائدة عالية جدا، يعني الآن تشاد نسبة الفائدة فائدة الاقتراض حوالي نقول لك 18%، يعني المعلن 16 لكن حوالي 18%. فائدة الاقتراض شنو عشان توضح للمواطن المشاهد الضعيف عشان ممكن يفهم الكلام ده؟ فائدة المقترض المستثمر أو فائدة المقترض المستهلك، أي إنسان داير يقترض من البنوك بيجي بفرضوا عليه إذا كان في مجال الاستثمار أو في مجال الاستثمار بيفرضوا عليه 18 حوالي 16 لكن بتجي مع الدوكيما وما إلى ذلك بتجي حوالي 18%. الشيء ده أنا يعني بشوفه مربوط ربط مباشر بالعملة السيفة، مربوط ربط مباشر. التضخم الآن تضخم عالي، طبعا تعرف التضخم بمجرد ما يصل 2 بيكون مؤشر خطير، لكن كانت وصلت في السنوات الأخيرة حوالي 10-12 تضخم. يعني معناته تضخم خانق، تضخم. احنا في بعض المصطلحات الاقتصاديه المصطلحات الماليه دي في بعض المشاهدين ممكن بيسالوا عنها، يعني انت بتقول لي تضخم، تقول لي تكدس، ما الناس ما بتفهمها، لابد توضحها لنا. التضخم، طيب التضخم اللي هو انفلاسيون او الارتفاع في الاسعار من غير مبرر. يعني تلقى الاسعار مرتفعه من غير مبرر وقروش ما في، وتشيف الأسعار عالية. ده يا جماعة الشيء ده مرتبط يعني ما عندنا استقلال اقتصادي أو مالي. لو كان في اقتصاد، يعني مثلا عندنا سلطة نقد، سلطة نقد معناتها عندنا نقدنا الخاص، دولتنا بتصدر نقود، عندنا البنك المركزي الخاص بينا، في هذه الحالة ممكن نتحكم على التضخم، على الضرائب، على قوانين الاستثمار، على معرفة العملة المتداولة في البلد. نعم، فده أنا يعني بنظر عليه من نظر أن هذا شيء يعني خارجي بالضبط، زي هو موضوع الأزمة العالمية. طبعا في أشياء خاصة بينا كثيرة موجودة. نعم. لكن أنا بشوف ده عامل أساسي وعامل مهم جدا، الاستقلال السياسي ده. والاستقلال النقدي أو الاستقلال الاقتصادي. طيب فلذلك بتلقى يعني قوانين الاستثمار غير ملائمة، عندنا مشاكل تانية داخلية اللي هو الوعي الاستثماري. الوعي الاستثماري. يعني الدولة بجانبها ما قامت وعت كل الناس. الآن تمن تلقى إنسان واحد لما يجي يعمل لي بولانجيري أو يعمل لي خط إنتاج معين، تلقى كل الناس تتجه في هذا الاتجاه. لو أنت فتح بولانجيري الناس كلها باكرة تفتح بولانجيري. معناته الدكتور علي عبد الرحمن حجار فتح هيك تشاد ونجح، الناس كلها تفتح هيك تشاد وتنجح. عجيب والله. ما في وعي. ما في. وطبعا الوعي ده بيكون برنامج مبرمج من الحكومة. بيكون مثلا عندها خطوط معينه، دايره مثلا تدخل في خطوط انتاج معينه، دايره في تجيب شركات اسمنت، دايره مثلا تجيب شركات حديد صلب. في هذه الحاله طبعا عندها وسيلتين، اللي هي وسيله
التشجيع ووسيلة التحفيز. هذه الأشياء كلها ما عندنا صراحة. وسيلة التشجيع الحكومة بتعمل بتشجيع الناس خليها تعمل وكذا وكذا. وسيلة التحفيز الدولة هي بنفسها بتقول مثلا إنسان دخل في مجال كذا عنده 5 سنوات ما عنده ضرائب. فعلا الناس بتجي وبعد 5 سنوات الحكومة تفرض ضرائب والضرائب بتنجح. وفي نفس الوقت الحكومة معناتها يعني عن طريق التحفيز هذا يعني مثلا تحقق نمو والدولة بتكون قوية واقتصاد بيكون قوي. فهذه أشياء يعني ما غير متوفرة جميل. لدينا جميل. أنت بتتكلم عن الاستقلال النقدي. الاستقلال النقدي أني بعدين هنجي للعملة الموحدة كعملة الاتحاد الأوروبي وعملة السيف. هنجي الإيجابيات والسلبيات أو النيجاتيف والبوزيتيف ده بعدين نجي في سنة الحديث نتكلم عنها. بتقول لي أن احنا حاليا ده ما عندنا نظام تجاري أو نظام اقتصادي يستطيع أن يسيطر على الاقتصاد الموجود في البلد. أحيانا بالشفة التجار بيرفعوا أسعار السلع ولو سألتهم ما عندهم أي مبرر. صح؟ نعم صح. جميل. بالنسبة للأسعار أنت بتقول لي أحيانا التجار برفعها من غير مبرر وأحيانا بتنخفض من غير مبرر. ده إن دل فإنما يدل على أن هناك ما في جهة رسمية تنظم التجارة في تشاد. صحيح. حس حاليا اعترفنا بالكلام ده موجود. ده النيجاتيف حقنا. لكن البوزيتيف او الايجابي شنو عشان نستطيع ان نعدل من المسار الخاطئ اللي احنا ماشيين فوق ده؟ طيب ده طبعا في زي ما انت ذكرت عندك بعض الاجراءات. ده طبعا اجراءات بتدور بسرعه لخزينه الدوله. لكن من ضمن المشاكل الاخرى عدم تنويع الاقتصاد التشادي. ما منوع يعني عدم تنويع الاقتصاد التشادي. طبعا انا هنا المشكله الاخرى اقتصاد استهلاكي وليس انتاجي. شوف انا هنا عندنا السمق العربي، عندنا الذهب، عندنا اليورانيوم، يعني عندنا مياه، عندنا أراضي خصبة، يعني عندنا أشياء كثيرة جدا. طيب عندنا ممكن كانت في مجال الملاحة الجوية تكون يعني دولة رائدة لأن وسط أفريقيا، وسط أفريقيا. كذلك في دراسات أن بتقول الفايبر أوبتيك أو الكابل الألياف البصرية لو كان كانت أنفقة فوق وعن طريق خبراء ومكاتب عالمية فنستطيع أن ندر أرباح عالية أو إيرادات عالية من هذا الجانب. كذلك حتى ممكن طبعا المجال لأنهم ممكن نوعا ما بعيدين منه، لكن الطاقة الشمسية طبعا موجودة في تشاد. صحيح. الطاقة الهوائية ممكن في تشاد لكن لأننا بعيدين منه. لكن في المنظور القريب ممكن الدولة يعني توجه الاقتصاد، توجه الطاقة البديلة، الطاقة البديلة وخطوط يعني مثلا اقتصادية أخرى، طرق اقتصادية أخرى. فده بنشوف من جميل. دكتور الكلام اللي انت قلته ده كله كلام نظيف وكلام جميل جدا، وممكن الدوله في المستقبل لو طبقت الكلام اللي انت قلته ده لوحده ممكن يخرجنا من الازمات اللي بتحصل في القريب الاجل او في المستقبل. لكن بصفتك هسه حاليا درست المشهد وشفته خلال سنه متابع كونه تشاد دخلت في 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 ازمه ماليه او ازمه اقتصاديه، ازمه حقيقيه. الدولة فرضت 16 ميزير أو 16 إجراء عشان تخرج من الأزمة دي. برأيك هل 16 ميزير أو 16 الإجراء الشفتين ديل ده ممكن يخرج الدولة من الأزمة؟ ممكن تخرج الدولة من الأزمة الأستاذين فوق دي 16 ميزير دي؟ والله 16 ميزير ده شالوها ناس طبعا خبراء ويعني استشاروا ناس خبراء. لكن بصراحة أنا هنا دارين من رئيس الحكومة، خاصة من رئيس الحكومة، يجي كل شهر يقول لنا المزير الشلان ده جابوا لنا كده نتيجة الساز مزير ده شنو. ففي المجال ده بصراحة في عدم شفافية في أثر هنا الساز مزير. الساز مزير جاب لكم شنو؟ أيوة نتيجة يا شعب الشادي. الساز مزير ده شهر كده جاب لنا كده، شهر كده جاب لنا كده في التلفزيون في الراديو. اليوم الشادين ما يجم. صحيح. الناس واعية تفهم، فأحسن تتحدث معهم في كلام التضخم ده. التاجر الشادي ما بليد. صحيح. الرشوة اللي بديها في السوق 20 للقرد منسيبو، 100 للجندارم كماش وقفوه، البوليس اللي وقفها، الدوان هناك شال من الأشياء كلها بديسه في التمن هنا. الفلوس اللي بتمشي غير رسميه دي بشدها للمواطن. مع ذلك يعني المواطن بدفع في كل شيء حاجه بيسموها التيفيا. ده ضرائب كده جاي للحكومه غير يعني من هنا. لكن التاجر ما بخسر. صحيح. وشغل شاله ب 200 ريال يعني بيجيبها في السوق عشان يبيع ب 300 ريال. لكن
خساراتها أصبحت 340 بودي 400. صحيح ناس الحكومة كان جولها بيقول لهم يا جماعة ده كده 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 حصلت وفود، فاتت وفود حتى في الكاميرون، من تركب من 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 هنا من دوالا لحد جمينا حوالي 2000 كده بدخل ساكت بالجندارم الكاميروني. عجيب والله، بلا 200 بلا 100 100 200 100 200 100 200 بعد الضرائب اللي دفعتها، بعد الضرائب، بعد التجمرك، كل شيء. فاني احنا نطلب من الحكومه، جات بلدنا ما 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 ما, ما فقر، افكارنا والشيء كده ضعيفه. يوم كنا في داخل الرئاسه مستشارين 13 بس، انا هنا 13، امين عام، امين عام نائب، مدير مكتب، مدير مكتب نائب، 13 مستشار، مستشارين خاص بس ترميني. الجيش ده حاجه مرتبطه مع السيد الرئيس. مع ذلك في مدير مكتب عسكري واحد ونائب واحد، لكن انا مشيف عندك حوالي 30 مستشار كان قبل هسه كده نقصهم. البريم مينستر عنده نفس العدد، البريم مينستر ما محتاج لنفس 30 مستشار، 30 مستشار بيستشيرين بشنو؟ شفتها؟ عنده مدير مكتب ومدير مكتب نائب، عنده اسمه شنو سكرتير جنرال، سكرتير جنرال نائب، هو كان داير يساعد ده يبدا بنفسه. صحيح، يقول يا سيد الرئيس انا ده نساعدك، بدل ما 30 40 مستشار انا كرئيس حكومه وقاعدين في حاجه اسمه شنو ازمه، ازمه نبدا عشان ندي المثل. شفتها؟ بدو بتير يبدو بفوق. صحيح، شفتها؟ فالسيز مزير كويسه، لكن ندور نتائج كجابة شنو الكونسيكانس حق هذا اليوم حاليا في ازمه. لكن خلينا في مجال الكادر البشري، أنا في الحلقه اللي فاتت تحدثنا عن الكادر البشري وقلنا جاد الشيء الضرانا كله هو الكادر البشري، الكادر البشري بمعنى ان احنا ما اهلنا ناس. انت بصفتك انسان كنت ريكتير وطبعا رئيس جامعه الجمين وشفت التعليم بنفسك وعن قرب والاوراق بتجيك وبالسينيو وبتعرف التعليم، انت شايف كده تعليمنا الأسة حاليا ماشي ده يمكن في المستقبل ان يخرجنا من ازمات جايه في المستقبل؟ التعليم الماشي ده قراءتك لشنو؟ والله انا قراءتي لي هذا ايجابي. الدليل في شاب امامي عمره 30 سنه دكتور في مجال ما ساحل في مجال المنوكة. صحيح، شفتها؟ انت القاعد داكو شفتها؟ فالناس خليت ما تناخد بس نشوف من هسه 20 سنه ده عندنا حوالي 500 600 دكتور في كل المجالات، شفتها؟ عندنا اطباء، فالناس دارين يخلوهم يشتغلوا بس. قبل يومين الاخ عميد الكليه استاذ ناصر النايب بيقول الحكومه ما بتستشير الخبراء في كليه بيسموها كليه اقتصاد. انا الكلام ده قلت طوال. كليه اقتصاد في دكاتره في مجال الاقتصاد، في مجال الحاسوب، المحاسبه، كل شيء. يا جماعه تعالوا ان هنا عندنا اقتراحات سيز ميزور دارينكو عشان تدونا افكاركم بس. الزول ده مدرس وكتب الكتاب، كتب الكتاب ده مدرس. يا عيسى تعال، يا موسى تعال، أستاذ مزير ده الكلام ده فوق شنو؟ الكلام ده فوق شنو؟ احسبوا لنا في مجال العلم كي بيجيب شنو؟ ما جو. عندنا الوزراء دائما بخافوا من الناس الجامعين، ما ممكن يكون خوف بين الحكومه والجامعين، الانيفرسيتي اخذتوه عشان تساعد الحكومه. صحيح. يعني هنا عندنا جمعيه كوادر هنا سوينا اقتراح للسيد الرئيس، بس كان رئيس الحكومه رئيس الدوله الاخ ادريس دبي هو رئيس شرف هنا جامعتنا. يوم السو سيز ميزور شلنا السيز ميزور، اخذنا الميزور المرواحد ده بيجيب كي، الميزور الثاني بيجيب كي، ميزور مثلا هنا اونر تي في كسرها بصراحه نرجع فوقها. صحيح، الوكاله هنا اونر تي في ده كسرنا خطا. صحيح، ما بيجيب شيء. وأن هنا بلدنا دير تلعب دور مهم، ما ممكن دور مهم بدون إعلام قوي. عايشين في وسط القارة الإفريقية. صحيح، و يعني دايرين عشان الناس يشوفوا تشاد ويشوفوا حول تشاد ويحبوا تشاد. بلا كوميونيكيشن كيف؟ ما في البيت الكبير ده مدوين. صحيح، فده من الأخطاء اللي شالوها بسرعة.
من اخطاء تكسير هنا الاونرتيفي في حاجات اخرى لازم يزودوها. صحيح. الوزراء سووا من 30 ولا 34 ما نعرف يقبلهم لنا في 18. الوزراء يقبلهم 18. 18 يعني 30 وزياده ده ذات انهاك المرض. خساره ساكت. احنا وضعنا ده يا جماعه وضعنا محتاج ناس زي دول، وضعنا محتاج دكاتره زي دول عندهم خبره وناس كتبوا في المجال ده عشان يقدروا يخرجونا من الازمه. دكتور بالنسبه لنا احنا في ناس بيقولوا تشاد دولة طاردة للاستثمار الأجنبي، في الدول الثانية شركات بتجي بتستثمر، شركات بتجي بتعمل، في الدول الثانية فكر ليش مثلا على سبيل المثال شوف دبي، شوف دبي دي ما بنوها الإماراتيين، دبي بنوها ناس أجانب، غير دبي أيضا شوف ماليزيا، كل الدول الثانية عندهم محفزات للشركات الأجنبية عشان يجوا يستثمروا، لكن تشاد كلما شركة جات بتقوم، شركة جات من المطار بس بترجع، السبب شنو؟ طيب قبل ما نرد للسؤال طبعا داير علق شويه موضوع القرارات الاستثماريه اللي موجوده زي ما اشار دكتور علي. موضوع السيس ميزير وموضوع بعض القرارات اللي قبلها مثلا زي موضوع ايام استخراج البترول وراء جرمايا واللي بيجي وراها، فحقيقه يعني الاعتماد على الخبراء وزي ما هو اشار البروفيسور ناصر النائي، الاعتماد والرجوع إلى الخبراء لدراسة حيثيات المجال سواء قرار عادي أو سواء قرار استثماري، ما مثلا شخص شخصين أو مجموعة تقوم تتخذ قرار فوق مصير أمة، في الأخير معناته تجي أخطاء علاجها صعب. صحيح. الآن شوف مثلا هنا في موضوع الجرماية، القرار الأول كان بالنسبة للدخول في النفط ده كان قرار جوهري ومفصل ولا بد منه. صحيح. لأن كاد محتاجة وما عندنا شيء فلا بد منه، لكن أما مثلا حق جرمايا نحن نشوف طبعا هنا خاطئين لشروط الصينيين، كاد ما تقدر يعني تغير فيه أو تعدل فيه في النفط، والآن لو أنت بتشوف أسعار النفط ممكن النفط يعني رخيص جدا. صحيح. رخيص جدا، لكن مع الأسف الشديد ده كله معناته بعض الأخطاء اللي مثلا عدم دراسة المشاريع من الناحية الاقتصادية، ودراسة لابد أن تكون آنية وبعيدة المدى. الشيء بالنسبة لسؤالك فيما يخص ببيئة الاستثمار التشادية، طبعا أي دولة دايرة تستثمر فهي بتكون الاستثمار أجنبي غالبا بيكون استثمار طويل الأمد من 6 سنوات فما فوق، البعض لغاية 20 سنة. ده ما في دولة أو ما في شركة كبيرة تجي وبتستثمر من غير ما تتأكد من البيئة الاستثمارية للدولة. أولاً بتجي بتشوف أن في نمو اقتصادي موجود بناء على المعلومات الاقتصادية التاريخية. ده شيء واحد. الشيء الآخر الآثار السلبية للاقتصاد مثلاً التضخم وكذا، دي ذاتها بيدرسوها، العمالة بيدرسوها، بعد ده بيشوفوا شروط الدولة المستضيفة، بالإضافة إلى ذلك قوانين الاستثمار في الدولة. قوانين الاستثمار في الدولة. زي ما قبل أنا في بداية الحلقة أشرت لك في تحفيز وفي تشجيع. فالدولة إذا كان هي محتاجة للمجال هي بنفسها طبعاً بتتساهل فوق الشروط لأن هي مستفيدة ودائرة تجذب. طبعاً الاستثمار أجنبي بيجذب يعني الأموال، بيجذب يعني بقوي الاقتصاد، فوائد كثيرة. دي الاسباب اللي هو بالنسبه انت بتقول لي الاساسيات. الاساسيات بالنسبه للشركات اللي جايه تستثمر في تشاد، اولا شيء هي بتقرا المشهد هناك كيف. نعم. البيئه ماشي كيف. نعم. الضرائب ماشي كيف. لكن انت على حسب وجهه نظرك كونه الضرائب اللي بتفرض تشاد للشركات الاجنبيه هي ضرائب باحظه ولا المستثمرين نفسهم لما بيجوا بيقول بيئه غير ملائمه؟ طيب يعني في عوامل عده، في بعض الاحيان الضرائب كذلك باهظه، الصراحه انا ذكر لك وربطتها لك بالعمله، ضرائبنا باهظه جدا. الشيء الاخر التضخم عندنا عالي جدا، وما يسمى بالقوة الشرائية البوفار داشا، القوة الشرائية كلها ضئيلة جدا لأن القوة الشرائية بيقيسوها بناء على نمو الناتج القومي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد، فدي كلها أشياء بالإضافة طبعا إلى بعض التعقيدات. الآن طبعا نوعا ما كانت في موضوع مؤسسة طبعا بقول إني ولا بقولها شنو في يعني الحمد لله الناس بدأت تعدل وقطعنا شوط، لكن ما للمستوى المطلوب. يعني وضع تشاد وتشاد دولة مغلقة، يجب أن تتسم قوانين الاستثمار بالمرونة أكثر. بالمرونة أكثر. إذا كان قلنا مثلا توجه رسالة للجهات اللي بتمنح رخص للشركات الأجنبية بتجي، بتقول لها شنو؟
طيب انا بنقول للجهات دي اولا باولا خلي تكون المشاريع ذاتها كموجوده قبل الشركات ما تجي. عبر وزاره التخطيط يقول معناتها كاد الان محتاجه الى كذا كذا كذا. كل مجال يجيبوا خبراء يدرسوا. بعد ما درسوا طبعا يقدموا اللي هو العرض الاوفر للبنوك للشركات الاجنبيه ويراعوا الظروف. نظرا طبعا الان وضعنا الاقتصادي غير جيد فتكون تحفيزات اكثر وتكون بضمانات اكثر فالمستثمرين بيجوا. نعم استقبال جيد. نعم انا كلمه المطار دي دكتور علي عبد الرحمن حجار جراني لي كلمه اخر كلمه المطار دي في واحد كان من دبي. هو اصلا من باكستان وبيستثمر في دبي في مجال الزيوت ناشونال زيوت الاسهم موجوده في تشاد دي. هو بجيبها. الرجل ده قبل شهرين كان جاء تشاد جاء في المطار بس عند بندرول عشان جاي بيسي حفله عند بندرول البطوقي وما الحفله انك البطوقي ده البندرول ده في المطار كربو قال لي لابد تدفع فيه فلوس. البندرول انا جايبه يوم الحفله عشان نطق بندرول 2 3 ندفع فوق قروش. قال لي لابد تدفع فوق الضرائب. قال لهم خلاص نمشي داخل تدوني فاتوره وندفع له قروش البندرول ده. الزول ده لما جه في فندق كيمبسكي وان احنا مشينا قابلناه في فندق كيمبسكي والله بدا يشتكي. قال انا رجل اول مره نجي تشاد انا عندي شركه بتاع الزيوت دي واول مره نجي تشاد وفي المطار كربوني وقالوا لابد تدفع. فده كله بيقول لي جيب كده وده بيقول لي جيب كده. انا ما ظننت تشاد كده ولو كنت عارف كون مثل ده كان ما جيت. ده إذا كان رجل واحد بس مثال واحد ده ما معناته عملياتنا بتبدأ من المطار لابد يجي التطهير من المطار حتى للداخل. دكتور دي الكلام اللي قاله ده كونه أنا هنا لابد تكون البيئة للمستثمرين الجاذبة لابد تكون في تسهيلات أخرى جاذبة. أنا هنا أعلم عندنا شركات موجودة في تشاد عشان ما عندها منافسين فبتفرض دايما لأسعار مثلا الاتصالات الأم الموجودة في تشاد أغلى من أي اتصالات حتى في دول الجوار. الانترنت الموجود في تشاد هنا أغلى من أي انترنت في العالم. فإن دل فإنما يدل على أن الشركات دي لقت المواطنين بتلعب لأن ما في منافسين. فنحن شنو دكتور عشان نسي عشان نجيب شركات أخرى ممكن تنافس وترخص الأسماء شنو اللي تشاد تسي عشان تجذب الشركات دي بس ما في مجال الاتصالات في كل المجالات شنو نسي؟ أولا المستهلك ذاتك يخليه يكون واعي. المستهلك يكون واعي. وثانيا وشركات القادة في تشاد بكل صراحة تعبانة من مجال الرشوات. هاي بصراحة. مجال الرشوات. أنتني إني تساكيت. أنا وزير فلان. أنتني إني تساكيت. قاعد. صحيح. وفي ضرائب كده ما مباشرة. ما بتدخل للدولة. فالناس يا جماعة خلي بلدنا ديك خلينا نحبوها. الشركات الأجنبية دجونا إن إحنا الضيفان. يعني نفتح لهم قلوبنا. ونشتغلوا عشان كان فاتوا من تشاد يحترمونا. الزول كان جاك ضيف في المطار قالوا مطارنا جميل لكن زي ما قال الأخ الدكتور بخاري وقال قبل يومين البروفيسور ناصر الناي في معاهد في جامعات في كليات فيها إمكانية عشان ندرب الناس القاعدين بيشتغلوا في الهيروبور ده البسمة يعني الزول بيبتسم كيف كل الدروس قاعدة صحيح. وكلمة طيبة خير من صدقة صحيح. سلام عليك عليكم السلام كيف الحال أهلا بتشاد كيف يا أخي الكلام ده كان مسوينا الزول بجي من المطار بس كان عنده $100 في ناس واحدين في المطار بفك لك $300 صحيح. في السجائر في بيشتروا حاجات من تشاد شواكيش وبمشي صحيح. من ما تنادي ما كويس ولا بيشتري ولا ساعة ولا هناي ده لان انت ما استقبلت بفوت بقروشه في جيبه الورك تمشي هسين في دوالات تلقى المطار مليء بالهدايا السواح الناس الجزوار كله بمشي لك هناي ما بمشي فوق في تشاد يعني الناس ما بيشتري عشان زعلانه مين بيجيك زعلان كل الاقتصاد ده مرتبط هو اقتصاد كي الناس بيقولوا كي الخبراء في مجال الاقتصاد بيقولوا كي اي شيء بكذب لكن الاقتصاد ما بكذب شفتها؟ والأرقام يعني شغل دخلت بس تلقى صحيح شغل الزرعت بس تلقى صحيح. فما دائما عنينا نقوله الحكومة لا حتى تشادين انت تشادي ولا بوليس ولا جندارم ولا شنو قاعد في المطار اوكي جاك اجنبي سألك قال لك يا هاي فندق كيمبسكي ده وين؟ ما نعرفه ولا ببقى؟ ما ببقى جاك ضيف يا اخي ام كمبسكا ما تعرف اقول اجيب دقيقه توجه اي دقيقه كده دقيقه مثل في ناس سودانيين مصريين ايوه صحيح دقيقه بس دقيقه مش بيستفسر بجيك
بخبر بقول لك بسيو فوزا تسيب زيت لايك ستراك كما فوزا بيلي بلدنا كويس. اي تشاد يخليه يكون سفير للتشاد؟ ما ممكن ان احنا الرئيس بيشتغل، البريم منستر بيشتغل، الوزراء بيشتغلوا، الخبراء بيشتغلوا، وتجي في المطار تلقى الصوره كده ما كويسه، ما صح. فالاسباب الكارثه وحلول الكارثه ما الا في بيدي سيد الرئيس وبيدي الوزراء. صحيح. اي تشاد ده في ايدينا ده يبقى سفير، يبقى سفير عند حل. أنا مشكلة في إيدينا. هذه إيدي مؤدي مشكلة لنا دكتور. أنت وضعت يدك كده وضعتها في الجراح. أنا هنا من بيستقبلوك في المطار بيستقبلوك بكشر وجيب وأنطي وجيب وسي. أنت من جاي أجنبي تجي في المطار بس أنا جاد بقول لك جيب ده، يلا جيب ده جيب ده جيب ده. أنت من بتجي زعلان من البلد يعني بتقول يعني أنا ما استقبلوا استقبال جيد. فمن المفترض الناس اللي بيشتغلوا في المطار الإنسان كان جاي من برا ده من جاك يستقبلوا، أنت جاي منين، مرحب بك في تشاد وكلام حلو عشان يخلون يخرج. أيوة. لأن الأرب بيقولوا كلام الحلو مخرج الدابي من بيته. مش في إثيوبيا شيفا في مطار القاهرة شوف الناس بيستقبلوا في في عديس أبابا الناس بيستقبلوا كيف؟ عديس أبابا ده عندهم بترول ولا عندهم شيء، ما عندهم عندهم إلا كلام الحلو سمايل ابتسامة ابتسامة. الاثيوبيين ده بلا ابتسامة شيء آخر ما عندي، ورغم ذلك جذبوا الاستثمار. لكن بإسامهم ده الناس كلها جو في جادين شاحنين قاعدين في دبي، صحيح، جادين شاحنين قاعدين في في كندا، صحيح، جادين شاحنين قاعدين في السعودية، بجونا بشوفونا كده وبمشوا بس. من السعودية جاي بيشتري بيت في جاد، بيجي بشيف كده بقول له بقبل بقبل لأن البيئة ما عاد به. البيئة بيئة الضرائب تمشي في الامبو. انت ماشي تكفي قروش يا جماعه. انت ماشي مشيت في الامبو ده ما انت ماشي بقروشك. شفتها؟ فالناس كلها كحكومه مدنيين جمعيات خلينا نتفق عشان الكارثه ده كارثه في داخل تشاد لكن نحلوها ده كلنا سوا. صحيح. اي زول يسيء خدمته مش لسه هو سوى خدمته ده زول ده يسيء خدمته. انت مش لسه يسيء خدمتك يسيء خدمتك. الكلام اللي انت قلته ده كله دكتور كلام جميل جدا. ما ممكن المواطن يسال انت بتقول انت بتتكلموا عن سيز ميزير وبتتكلموا عن الازمه وتهجوا عن عن الابتسامه في المطار وتهجوا عن الكلام ده وعند علاقه شنو نقول لكم؟ عند علاقه لان المستثمرين جايين بدوروا ايسان يرحب بهم. انت المستثمر من بيجيك بس في المطار بس بتقول لي جيب 2000 جيب 100 دولار خلاص المستثمر بيجي زعلان بيقول لك البلد دي ما بتنفع البلد دي لان انا من جايك ده بالشرط وده بسيده ما بنفع ولما تجي ما بستقبلوك استقبال. فكل الناس المستثمرين حاربوا من تشاد بسبب الكلام ده. دكتور انا احنا تحدثنا كثير جدا عن ان 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 الاستثمار في تشاد وعن طرق جذب الاستثمار في تشاد لكن ما تحدثنا عن ايجابيات العمله الموحده وسلبيات العمله الموحده وبصفتك انسان طبعا درست في هذا المجال المجال المالي ده. طيب بالنسبه لي ايجابيات العمله الموحده يعني هي بتربط بين مجموعه من الدول. يعني مثلا انت عندك نفس العمله تمشي في البلد الثاني ما محتاج تبدل ده واحد. حتى العمله بتربط بين الدول في الضرائب بتكون قريبه مع بعض والقوانين الجمركيه بتكون قريبه مع بعض فبيكون نوعا ما في تكامل. بيكون نوعا ما في تكامل. دي من ضمن الايجابيات. كذلك من الايجابيات المهمه جدا موضوع ما يسمى بالميزان التجاري. ميزان التجاري هوي بمعنى بالانس كوميرس يعني الميزان التجاري للدوله. يعني مثلا الدوله بشوفوا صادراتها وايراداتها هل الميزان التجاري حقها بالموجب ولا بالسالب. فاذا كان وجدت الدوله لحد لوحدها ميزانها التجاري بالسالب صعب عليها ان تسترد البضائع لان ما بتستطيع التعامل ابرق بخطابات الضمان. خطابات الضمان طبعا كلام يعني ما ولا محتاج تفسير يعني لا نتكلم نتكلم عن طريق خطابات الضمان. التجار بيجوا هنا بيجوا لمصرف وبيطلبوا بضاعه والمصرف بيودي خطاب الضمان للمصرف الاخر وعبره بيتم. فاذا كانت الدوله الميزان التجاري بالسالب في هذه الحاله ما تقدر. والان مثلا وضعنا اليوم طبعا ميزاننا التجاري بالسالب دي من ضمن الايجابيات. فالان أنا هنا قاعدين كمجموعه وقاعدين تحت تغطية العملة الفرنسية في هذه الحالة بالرغم من أن ميزاننا التجاري بالسالب الآن أنا هنا قاعدين التجار بيطلبوا بضاعة وبضاعة بتجي وبتمشي. طبعا دي من ضمن الإيجابيات لإيجابيات العملة الواحدة. دي الإيجابيات والسلبيات. طيب السلبيات أنا طبعا في البداية بدأ لك أهم السلبيات ما بكون في استقلال يعني اقتصادي ومالي. يعني أنت بتكون تابع
للعمله الاساسيه اللي هو العمله الفرنسيه، والان عليها تابعين للخزينه الفرنسيه في الحقيقه، لان عمله دور نصر دور عمله، العمله تجينا من هناك عبر التغطيه الفرنسيه. ده شيء واحد. السلبيه الثانيه على مستوانا، الدوله الاقوى في المجموعه هي بتفرض شروطها. الدوله الاقوى في المجموعه هي بتفرض شروطها في الاداريين، في بعض الاحيان حتى في في في, في بعض القوانين الجمركيه وكذا، هي لان هي صاحبه القرار. ده كذلك شيء من ضمن السلبيات. السلبيات الكبرى كذلك بتتمثل في الفائدة. لماذا الفائدة اليوم زي ما ذكر لك 16%؟ لأن الفوائد جزء منها بيخططأ لصاحبة العملة الأساسية. عجيب. المعاملات التجارية، كل معاملة تجارية نجروها عبر السيفة بيكون منها عائد بيرجع للدولة العم أو الدولة صاحبة التغطية. صاحبة العملة تطلعت منها. نعم. كذلك لا نستطيع أن نعالج ما يسمى بالتضخم. عشان العملة ما موحدة. العملة ما في يدنا. كذلك من ضمن السلبيات تخفيض العملة. تتذكر كان خفضوها، تم تخفيض العملة في سنة 1994، والآن يعني ما نسبق الأحداث نظرا لوضع دول أفريقيا سنترال وضعها كان المالي الآن ضئيف جدا جدا، ودول غرب إفريقيا وضعها أفضل. الآن في قول أن ممكن يفصل العملتين، طبعا هي كلها عملة تابعة لي، طبعا ما تسمى بمناطق الملحقة أو العملات الملحقة. الآن العملة الملحقة الثانية حقت غرب إفريقيا ربما تفصل ويكون في تخفيض مرة ثانية لعملة السيفة. لماذا؟ لأن دول وسط إفريقيا هي عملتنا حاليا. العملة السيفة اللي مشتركة فيها تشاد والكاميرون والدول الثانية دي هي عملتنا دي. البنك المسيطر فوق البنك المصدر البنك ينو لا البنك الفرنسي، البنك المركزي الفرنسي هنا ما مصدره من بنك سيف. المصدر الاساسي هو البنك المركزي الفرنسي، هو اللي بيسيطر على السلطه النقديه. نعم السلطه النقديه في نعم في تابع للبنك المركزي الفرنسي. تمام. دي عرفنا كونه ايجابيات وسلبيات العمله الموحده. العمله الموحده ما هي دي السيفه والايورو ودي دي العملات بيسموها. طبعا اهم شيء احنا الان شوف زي ما ذكر لك نسبه تضخم عاليه، فائده عاليه، قوانين استثمار، ضرائب، ده كل شيء ده مرتبط بالعمله صراحه. ده كل شيء ده مرتبط بالعمله. الدوله ما تقدر تغير في دي الا بالعمله. صحيح. لكن العملة استغلال العملة، استغلال العملة أو كمان ما يسمى باستغلالية العملة الذاتية. مثلا الدولة عندها عملة خاصة بها مثل مصر، السودان، الدول الثانية دي نيجيريا، النيرة وما أدراك. إذا كان قلنا دولتنا تكون دولة عندها عملة مستقلة، عملة تشادية بس، الكلام ده فأنت بتكون شنو وسلبياتها بتكون شنو؟ لا وطبعا في البداية بكون في نوع من الصعوبة، لكن محتاج إلى خطوات مسبقة. على سبيل المثال يجب أن يكون عندنا هنا على مستوى الوطن مؤسسات مالية قوية، النظام المالي يكون قوي، يكون مثلا عندنا على الأقل مثلا أسواق مالية، سوق مالي، النظام المالي الموجود، البنوك تكون بنوك قوية. بالإضافة إلى ذلك بيكون مثلا عندنا المخزون نقدي من المخزون من الأحجار الكريمة زي أيوة. مثلا الذهب والماس دي يكون عندنا مخزون حقنا حلالنا. نعم حقنا حلالنا. ومخزون من العملات الصعبة زي الدولار واليورو. ده إذا كان أنت ما عندك ما بتقدر تعمل عملة، وإذا كان عملت عملة بتكون عملة ضعيفة. انت تصدر مترنحة. انت تصدر عملة ما مشكلة، لكن كيف تحمي العملة وتخليها موجودة وقوية؟ ده المهم. لذلك المؤسسات يعني طبعا اول خطوه زي ما ذكر لي اذا كانت فكرت في ده خليت تبني مؤسسات ماليه. مؤسسات ماليه. يعني كانت كتانكي ما عندها مؤسسات ماليه قوية. وما عندها مخزون اللي انت قلت ده من الذهب ومن كذا. نعم. ما ممكن يكون سي عمله لذاتها. نعم هو ده في الوقت الراهن ده بيشاف حاجه شويه صعبه. دكتور عندك اضافه في كلام اللي هو بيقوله ده بالنسبه للعمله دي؟ الاضافه ده هو الاستغلال كيه في عند العلماء التقدمين مبني على ثلاثة. في استقلال سياسي ده اللي جينا سنة 1960 الحمد لله. في استقلال اقتصادي اللي كلم قبل يومين المينيستر دكتور أحمد جدة. وفي استقلال مالي. مالي الاستقلال المالي ده بنبني في أسس اقتصاد استقلال اقتصادي. كان اقتصادك ضعيف كان فكيت عملة
وجع راس. لكن مع ذلك أخير مستقل سياسيا اقتصاديا وماليا من ما مستقل من تقعد مندمج مع الناس وتشارك مع الأخير تكون مستقل. لكن هم بقول لك استقلال ما فيش مشكلة كونه يعني نستغل بعملة تشادية ده ما فيش مشكلة. لكن بقول لك العملة التشادية محتاجة إلى ركائز كونه يكون عندك مخزون كذا وكذا في وإنت مخزون ما عندك هالعملة كن سيتك ولا بعدين عملتك بكون فيها ترنح. والله أوكي التجربة كما بطالة تجربة ما بطالة. أصلاً شوف مثل التونسيين والماليين والقينيين والموريتانيين من ما شاء الاستغلال الموريتانيا كانت مع تشاد يعني مستعمرة فرنسية من ما شاء الاستغلال السياسي قالوا دارين استغلال مالي ولا ماتوا قاعدين أين كلهم نموت. جميل. خلينا نرجع ل 16 ميزير أننا ما زلنا بنتكلم عن 16 ميزير وعن الاقتصاد والشيء اللي حقنا ليه من 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 من, من الأشياء الما إيجابية أو من الأشياء النيجاتيف في 16 ميزير بقول ما التوحيدك كثير من الناس بقولوا حلان الأونر تي في أو دوسودر عن الأونر تي في ده خطأ كبير جدا. ده كثير من الناس بتكلم عن الكلام ده وحضرتك دكتور علي عبد الرحمن هجر أيضا بتقول حلان أنا ما بنفل لأن الناس كلها سهلين بحاولوا بيسووا إعلام متين لكن إعلامك الحاصل تقوم تكسر هذا الكلام ده ما صحيح كده ما معناته أستاذ مزير أيضا محتاج يكون خبراء لابد يلموا ويدرسوها من جديد. في حاجات كويسة وفي حاجات ما كويسة. الحاجات الما كويسة ده خليه ما نصور راس قوي صحيح. أني أنا في كذا زول حتى كان خلطان بتستمر في خطأ ده بيستمر في خطأ ده ما في بمشي الخيامة لا في السياسة مزيور ده الحاجات الكويسة نمشي بها. الحاجات أحسن أونر تي في ده بيجيب كم للدولة. أنا هنا أنا اقتصادي كان نشيل القرار ده كان شيلته وشيل قرار آخر ده آخر ولا ده آخر نلقى كم. أني أنا في حساب اللي حسبناه في جمعياتنا ده أونر تي في ده كلها كمان بفوت 3 مليار فكينا ولمينا الحناية 3 مليار 3 مليار ده الغوفرنيرات والبريفيات والشيوخ والآخرين سنويا بيصرفوا 9 مليار ده خير تتركز فيكم هم جلال شيل من ديلاك شيا وخلي الشغل اللي بخلي الجاد دائما في الخارج بشوفوها برامج هنا التلفزيون يكون مليئة بالهناء بالخدية الهوار وخموم الناس وياتو الجادين القديم برا بشوف هنا شنو البجري في البلد في البلد بوجو في أجانب بيحبوا جاد صحيح بوجو. يعني إحنا عندنا اليوم أونيانغا عندنا بسموشنو باتريمون هنا الإيماني كده كتير بلد تلفزيون وصفه كيف صحيح. في المجال ده خيتو الناس كده بيصروا أشالت قرارات ارتجالية. مجال الزراعة ده كله السيد الرئيس بيقول يا جماعة البترول بكمل نتركز في الزراعة وفي الثروة الحيوانية وكربون الخام ده كله خلبطوا بكان واحد الكيمال لموم ده كله ما بوقع شفتها. لكن التشادين كله قديم برجو من الرئيس الحكومة وزراك ده نقص يمشي عشان هنا دايرين نفهمه كيف انت قاعد تشتغل ما نقصام. فهنا دايرين نساعد الرئيس دايرين نساعد المجتمع نشيل القرار اولا باولا كده قرار الناس تقول يا سلام قرار سليم قرار سليم. تمام. انا هنا اسف حاليا ده خلاص الوقت قريب بينتهي لكن بنرجع لدكتور بخاري. بالنسبه لك انت دكتور في ناس كثير تهجوا الكلام ده انا في الحلقه الماضيه ايضا قلت لابد نتكلم عن دمج الادارات اليوم عندنا كم و30 وزير وان احنا في الوقت الراهن ده ما محتاجين لوزراء كثيرين زي دول ودول كثيره دول عظمى ايضا ما عندها وزراء 30 و6 وزير ولا 40 وزير. في ناس بيقولوا الوزراء ده لابد يخفضوهم الى درجه 15 وزير ولا 20 وزير عشان ممكن يخفضوا لنا ممكن يدخلوا في ميزانيه الدوله الفائض تستنفع به الدوله. انت النظريه دي شايفها كيف وقراءتك لها شنو؟ والله انا بكل صراحه دائما كده عندي افكار الناس في ناس ما بيحبوها لكن يا راجل منيستراتك ده كتار. ايوه تشاد قلنا عندها 23 ريجون القى تشاد من اي ريجون شيل سي وزير لكن ما ممكن تشيل 30 وزير 40 وزير 50 مستشار ما عارف شنو اي مستشار عنده سواق. جميل. يعني انت كده متفق كونه الوزراء الاسا موجودين في تشاد كثيرين خليهم ينقصوهم.
ألمانيا عندها 16 يا رجل، ألمانيا عندها 16 وزير، فرنسا عندها 18. يعني ما دائما مبنيين حركاتنا الفرنسيين. أوكي، في فرنسا 18 وزير. يعني يقولون قبلهم سووا 18. وسيد الرئيس رئيس الجمهورية ما بابا. صحيح. بس كسنة 93 خسر. يعني ناس هذا أيام ده الوزراء لو قبلناهم سنين 18 ده يكون أحسن. بالنسبة عندنا 23 ريجو، زمان ده عندنا 14 بروفكتير والدولة ماشية كويسة. أنا سنة 2001 من ضمن الخبراء اللي درسوا اللامركزية. واخترحنا بكل صراحة 18 ريجون مالا، عشان الريجون كما عندها قدرة ماليا تقدر تشيل نفسها بنفسها، ما فيش لزوم يخلوها. صحيح، ده الواقعية. لكن احنا عندنا سياسيين بيصرفوا مثل الكادة العربية السعودية، عندنا قروش مدفونة في الأرض وفوق. لا لا، 18 ريجون ما بطل. أسألهم انتو قاعدين نشاهد في التلفزة، الدكتور عبد الله صابر رسل الناس في المديريات عشان يشوفوا ويحجوا مع الناس. الناس كلها كي قرمد ل 14 بريفكتير هكذا. في سلامات قالوا ندور 14 بريفكتير، في دار وداي قالوا ندور 14 بريفكتير، في بيتي قالوا ندور 14 بريفكتير. اوكي 14 بريفكتير، تعالوا لنا في 14 بريفكتير. ايوه جميل، ان جمعنا تلقى حاجه كده مفهومه بياتودا ده 14 15 16 ده قدرها نجات بدل بشيلة. لكن 23 بكل صراحة كثير بزار. دكتور أظن الوقت أوشك انتهاء، وما زالت هي أنا مش عارف الأزمة دي حتدرنا إلى مواضيع كثيرة جدا عشان الناس تستفيد منها، حتى الناس اللي بيشاهدوا يستفيدوا منها. وكلام الأسا قلت له أنا بنفسي ذات استفاد منه كثير. بالنسبة لنا أنا هنا حاليا دخلينا نهجي على المواضيع المهمة عشان ننهي بها. قبل كان تكلمنا عن الشركات اللي بتجي في تشاد، في أحيانا في رشوة بتفقوها، وواحد بيقول لك أنا لابد الشركة دي وجايبينها تنطوني 10% دي بورسان، وده كله بيقول لك الشركة ده ما وصلت الأرض، بس الناس فوق خلاص قطعوها قبلت الأشياء دي. إذا كان قلنا يجب على الدولة أن تسيطر على الأشياء دي، شنو اللي يجب على الدولة تقوم به عشان تجذب الشركات الأجنبية؟ خلينا في جذب الشركات الأجنبية. طيب أنا داير بس نعلق شوية بالنسبة للكلام اللي أنا تكلمت فيما يخص موضوع العملة. ما العملة؟ أنا ذكرت لابد من بناء الاقتصاد، أو معناته بناء النظام المالي. دي خطوة قبل كل شيء. يعني بعد ما نبني المؤسسات المالية تكون قوية، عندها قوانين قوية، يعني مثلا يكون التعامل بالأوراق المالية والمستندات المالية، يكون في نظام مالي قوي ومتين. بعد حتى يصبغ خطوة أخرى اللي هو لإصدار العملة. طبعا أنا ما منافي بكونه يصدر عملة، بس لابد من تسبقها بعض الخطوات العملية. بالنسبة لموضوع الاستثمار، طبعا أشار الدكتور علي موضوع الرشوات. موضوع الرشوات منتشر جدا وموجود وشيء واقعي. الشيء المطلوب من الدولة يعني أن تحارب الرشوة بخطوات عملية، ابتداء من الضريبة والجمارك. يضع قوانين يعني مكافحة التهريب الضريبي، ووضع قوانين صارمة لمستلمي الرشوات. إذا كان إحنا ما قدرنا وضعنا قوانين لمكافحة الرشوة يعني لا نستطيع. وده طبعا جانب إداري بحت. صحيح، جانب إداري بحت. زي ما الآن عندهم ما يسمى بال إكسبيشن جنرال دي ترافاي، وعندهم الكور دي كونت كله موجود. الجهات دي يكلفوها بوضع قوانين وأسس لمحاربة لمفتشي العمل للدولة. نعم، للدولة المفتشي، يعني ليحاربوا الضرائب. الشيء الآخر، قوانين الاستثمار يجب أن تعدل. قوانين الاستثمار دي يجب أن تعدل، والدولة يجب أن تقوم بتحفيز. والكلام ده أنا قبل أشرت عليه، خلي الدولة يعني تختار بعض الخبراء يضعوا الخطوط العريضة لكل المشاريع التي تريد أن تدخل فيها تشاد، سواء المشاريع التنموية أو المشاريع البنائية أو المشاريع الاقتصادية. يعني بعد ما يضعوا كل شيء يجوا ويراجعوا قوانين الاستثمار، يخلوها تكون بعد من قوانين استثمار عادية تكون قوانين استثمار
تحفيزية. جميل جميل. عشان نقدر نجذب المستثمرين. تمام. ومن الناحية الثانية كمان يعني يوضع قوانين لرد المرتكبي أو 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 المرتشين. دكتور علي، دكتور علي درنير مو أو كمان كلمة أخيرة بالنسبة لي، شنو توجهها بالنسبة لي 16 من زير علي؟ أكيد عندك فيها وجهة نظر والناس بيسمعوك وبشاهدوك، شنو اللي ممكن توجهها كلمة أخيرة بهذا الخصوص؟ الكلمة الأخيرة ده يعني دار أولا بأولا يعني خلي الناس تفهم كدار الكارثة دي، الأزمة دي أزمة يعني ما دائمة صحيح وما خالدة صحيح. نطلع منها يعني في بداية شهر 2018 وآخر 2018 ده القضية بتنتهي، لكن دارين من الحكومة السيز ميزور ده خليه يطبخوها بحكمة بحكمة. الصحيفة يطبقوه الشافو ما بصله خليه خلوه، وخاصة بكل صراحة الشعب التشادي وحتى الأخ الرئيس إدريس دبيتنو، نحن راجين من الرؤساء عن الحكومات ده خليه يدونا حاجات إيجابية. الحكومة تقيلة والرأس كان تقيل، رأسك كان بوجاك ده جلدك ما بمشي صحيح. ففي في 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 زمان في منستر أنا ديفلوبمان ريلال واحد بس فيها إليفاج وأميرونمان وأغريكولتير وإيدروليك باستورال وفيلاجواز وما أشبه ذلك، وبلدنا مشت بس كلها يجب دمجهم. فده كلك من الأفكار اللي أنا طالبينها. جميل. ونشكرك في الحوار ده بكل صراحة، قاعد تساعد عشان البلد تمرق من المشاكل. شكرا. وربنا يساعدك في واستضيف التجار عشان كلام الانفلاسيون ده يورق لي هم من رايبين بشول مني كم. تمام. الناس اللي بجون في الليل. تمام. تمام. احنا برنامجنا برنامج قضيه للحوار، برنامج مفتوح، برنامج قضيه للحوار، برنامج مفتوح وبرنامج يساعد في المسار الصحيح. احنا لما بننتقد حاجه ما بننتقد انتقاد سلبي، احنا بنقول يا جماعه انت ده ما شاء الله عملك دسم، عملك ده اديد، لكن عندك بعض الاشياء لو سويتها كده كان يكون من ده كله احسن كده. بس احنا بنتكلم في الحلقة الماضية استضاف خبراء، واليوم أيضا خبراء في المجال ده ودكاترة وأساتذة في الجامعات. لما نقول خبراء بمعنى هم في مجالهم ده ناس أكفاء عندهم كفاءة، فإن شاء الله الحلقات الجاية أيضا نستضيف ناس عندهم كفاءة نتكلم في الاقتصاد، نتكلم في الأزمة دي كيف نخرج منها وكيف الحلول وشنو الأسباب دي كلها إن شاء الله نتكلم. أنا في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي فيها وهما الدكتور علي عبد الرحمن حجار مؤسس مآت هيكشات. شكرا دكتور. السلام. كما نشكر الدكتور محمد بخاري حسن محاضر بجامعة أنجمينة. شكرا دكتور. شكرا بارك الله فيك. وأشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله سنلتقي في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار، وإلى ذلك من هنا استودعكم الله ودمتم في رعايته وشكرا. أنتم يا شباب تشادي.